السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، معكم ميس أماني جمعة قسم اللغة العربية تحت إشراف أستاذة أميمة عبد الحكيم، وفيديو تعليمي جديد. النهاردة أولاد هنشرح مع بعض بإذن الله الفصل الثالث في قصة علي مبارك، وهو بعنوان السجين المظلوم. يلا نبدأ مع بعض في قراءة الفصل. يلا مع بعض دلوقتي يا ولاد نفتكر اخر حاجه خدناها الفصل اللي فات، ان الشيخ مبارك عرض على ابنه علي ان يعمل عند كاتب من الذين يقيسون الاراضي الزراعيه للفلاحين، بس علي مبارك ما وافقش على طول، قال له اجرب اولا، هجرب الاول، لو عجبني هشتغل معاه، ما عجبنيش انا مش هرضى باي عمل الا عمل تطمئن له نفسي ويجعلني في يوم من الايام من الكبار. مط الشيخ مبارك شفتيه وهز كتفيه عجبا من هذا الصغير العنيد الذي لا يرضى أن يفرض أحد عليه رأيا، ويأبى إلا أن يجرب العمل بنفسه ليوافق عليه أو لا يوافق. الشيخ مبارك كان في حيرة من أمر هذا الصبي العنيد، عايز يجرب الأول العمل ليوافق عليه أو لا يوافق. ثم ذهب إلى ذلك الكاتب ورجاه أن يقبل ابنه تلميذا له، فوافق على طلبه، ولما عمل الصبي معه رضي بعمله. اول كاتب ده بقى هو علي مبارك نفسه يرتاح معاه ويبقى مبسوط جدا في العمل معاه، يقول اطمأن الى مصاحبته فقد وجد انه ينال شيئا من المال الذي يدفعه الفلاحون له. لكنه لم يمكث طويلا مع هذا الكاتب، والكاتب هو اللي طرده المره دي، هو بقى ما جاش يشتكي من الكاتب او عايز يمشي من عنده، المره دي الكاتب هو اللي طرده بعد 3 اشهر من خدمته. ليه؟ ايه السبب؟ لانه كان لصغره يتحدث الى الناس ببساطة عما يأخذه الكاتب من الفلاحين ولا يعرف خطر ذلك عليه، فاغتاظ الرجل لافشاء ذلك السر الذي يضره. فلم يهتم والد علي مبارك اللي هو الشيخ مبارك لطرد ابنه، وعاد يعلمه بنفسه مرة اخرى، وكان مكلفا بجمع ما على العرب من اموال مفروضة للدولة، فاذا خرج لاداء عمله اخذه معه، قال له خلاص هتشتغل معايا. الحكومة او الدولة كانت مكلفاه بجمع ما على العرب من اموال مفروضة للدولة، فاخذ ابنه علي معاه في العمل ده ليقوم بكتابة ذلك المال وحسابه. طيب يا اولاد بعد ما خلص العمل ده، ما مش هيقعد يعني طول العمر يشتغل الشغلانه دي، هي كانت مهمه صغيره كده كلفته بيها الحكومه، فاخد ابنه معاه. بعد ما خلصت المهمه دي الحقوا بكاتب في ماموريه ابو كبير، مكان في الشرقيه اسمه ماموريه ابو كبير، في كاتب هناك عمل عنده علي مبارك باجر قدره 50 قرشا في الشهر، لكنه لم يستمر طويلا في هذا العمل، إذ وجد أنه يخدم هذا الكاتب بصدق وأمانة ومع ذلك يأكل عليه أجره. يعني إيه؟ هو عمال شغال مع الكاتب 3 شهور ما ادالوش المرتب اللي كانوا متفقين عليه، وعمال يخدمه بصدق وأمانة وبيبذل مجهود كبير جدا في خدمته والعمل معاه، والكاتب لا يعطيه شيئا غير الطعام. ومكث على هذه الحال 3 أشهر حتى ساءت حاله، فعزم على أن يأخذ حقه بالحيلة. أدم الكاتب مش عايز يديله فلوسه كده بالذوق، هياخدها منه بالحيلة. طب اخدها منه ازاي؟ بيقول لي ذات يوم بعثه الكاتب ليقبض له بعض المال، فقبضه واخذ منه مقدار اجره، وذهب الى الكاتب وسلمه كيس النقود واخبره انه اخذ 150 قرشا قيمة اجره عن 3 اشهر. خد من الفلوس قبل ما يديها للكاتب اجره عن ال3 شهور اللي فاتوا، وهو 150 قرشا، وتركه وانصرف مسرعا قبل ان يمسك به، جري من قدامه بسرعة قبل ما الكاتب يمسكه. فثار الكاتب ثورة شديدة، غضب شديد جدا لهذا التصرف الجريء من الولد الصغير دوت اللي هو علي مبارك، وعزم على ان ينتقم من الصبي اشد انتقام، عايز ينتقم منه على جرأته دي معاه. فذهب إلى المأمور وأخبره بما حدث، فغضب هو الآخر وثار واتفق معا على الانتقام من هذا الولد الجريء الذي لا يخاف أحدا. وفي هذا الوقت جاء إلى المركز طلب من الحكومة باختيار بعض الشبان للخدمة العسكرية، فانتهز المأمور الفرصة ودعا الفتى إليه، الفتى اللي هو علي مبارك، وقال له في هدوء: تعلم يا علي أنني مسرور منك كثيرا، ولا أثق في أحد غيرك يقوم بالأعمال المهمة. دي الحيلة بقى او الخدعة اللي هيخدعوا بيها الولد الصغير اللي هو علي مبارك عشان ينتقموا منه. ايه اللي حصل بالظبط؟ جه للحكومة في الوقت ده طلب كده
عايزين بعض الشباب لأداء الخدمة العسكرية، فاستغل المأمور الموقف وبعت لعلي مبارك وقال له أنا عايزك في خدمة مهمة جدا تعملها لي. فقال له نعم يا سيدي وأشكرك كل الشكر على هذه الثقة التي أعتز بها. قال له إيه بقى؟ تذهب إلى السجن مسرعا لتسجل أسماء من فيه، فمطلوب منا اختيار بعض الشبان للخدمة العسكرية، وعسى أن نجد بينهم من يصلح له. عايزك تروح لي السجن تكتب لي كل الأسماء الموجودين فيه، يمكن نلاقي بينهم كده بعض الشباب يصلحوا للخدمة العسكرية. وجازت الحيلة على الولد الطيب. يعني إيه جازت الحيلة عليه؟ يعني انخدع بها وصدق فعلا كلام المأمور وجري على طول على السجن علشان ينفذ اللي طلبه منه. فإذا برجال المأمور يحيطون به ويضعون في رقبته قيدا من حديد ويلقونه في السجن المظلم ليظل فيه 20 يوما بين القاذورات والأوساخ والخوف والبكاء. وكان السجان طيب القلب عطوف، السجان اللي هو واقف على باب الزنزانة اللي محبوس فيها علي مبارك كان راجل طيب جدا، فصعب عليه اللي حصل للولد الصغير البريء المظلوم ده. فكان عمال يفكر يصنع ايه او يعمل ايه مع الولد دوت علشان ينقذه من اللي هو فيه. وذات يوم اقبل على هذا السجان صديق له يعمل عند مأمور لزراعة القطن، واثناء الحديث اخبره ان المأمور يريد كاتبا يعمل معه يجيد الكتابة والحساب. ففرح السجان بما يمكن أن يؤديه من خير لذلك الفتى. أول ما صديقه قال له كده على طول إن المأمور اللي بيعمل عنده طالب كاتب يعمل معاه يكون بيجيد الكتابة والحساب، افتكر على طول علي مبارك اللي مسجون ظلم، فقال له على طول وجدت ما تطلب يا صديقي، فعندنا في السجن فتى أمين مظلوم جيد الخط بارع في الحساب وأراه ينفع مأمورك، فهل يمكنك أن تسعى له في تلك الوظيفة لوجه الله تعالى؟ فطلب منه صديقه أن يكتب عليه بعض العبارات الرقيقة على ورقة نظيفة بخط جميل، أخذها الخادم وذهب بها إلى المأمور فقرأها المأمور وسر بها كثيرا ووافق على تعيين صاحبها في الوظيفة الخالية. وبعد قليل عاد الخادم إلى السجن ومعه أمر بالإفراج عن علي، فأفرج عنه فأخذه الخادم بيده وانطلق به مسرعا إلى مأمور الزراعة وكان اسمه عنبر أفندي وأدخله عليه وتحدث معه عنبر أفندي طويلا. ليه؟ قاعد يتكلم معاه كتير ليطمئن إلى عقله وإدراكه وقدرته على العمل الذي سيتولاه. وعرض عليه الراتب الذي سيأخذه وهو 75 قرشا في الشهر، فقبله شاكرا وتسلم عمله ثم انصرف ليعود إليه في صباح الغد. في الوقت ده بقى أولاد علي مبارك ازداد قناعة بأهمية العلم وضرورة تحصيله. في الوقت ده عرف قيمة العلم كويس جدا جدا جدا. ليه؟ لأن العلم هو اللي أخرجه من السجن. لو هو ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب ما كانش طلع من السجن، فقد أخرجه العلم من السجن وظلماته، وهنا نسج عليه خيوط مستقبله ليكون على الأقل مثل مأمور الزراعة عنبر أفندي. يلا مع بعض دلوقتي يا اولاد نشوف اهم الاسئله اللي بتجيلي على الفصل ده. اول سؤال بيقول ما سبب دهشه الشيخ مبارك من ابنه علي؟ حول ان سبب الدهشه انه لا يرضى ان يفرض عليه احد رايه ويابى الا ان يجرب العمل بنفسه ليوافق عليه او لا يوافق. السؤال الثاني لماذا ذهب الشيخ مبارك الى ذلك الكاتب؟ لكي يقبل ابنه علي تلميذا عنده. ووافق الكاتب على ذلك. ماذا كان يعمل هذا الكاتب؟ كان يقيس الأراضي الزراعية للفلاحين. لماذا طرد علي مبارك من العمل الذي كان يقوم به؟ للطرد. حاول طرده الكاتب بعد 3 أشهر من خدمته لأنه كان يتحدث إلى الناس ببساطة عما يأخذه الكاتب من الفلاحين، فاغتاظ الرجل لإفشاء ذلك السر الذي يضره. ماذا فعل الشيخ مبارك مع ابنه بعد طرده من العمل؟ لم يهتم كثيرا وعاد يعلمه بنفسه، وكان يأخذه معه أثناء تأدية عمله ليقوم بكتابة المال الذي يجمعه من العرب لصالح الدولة. أين ألحق الشيخ مبارك ابنه علي؟ ألحقه بكاتب في مأمورية أبو كبير في الشرقية بأجر قدره 50 قرشا في الشهر. لماذا لم يستمر علي مبارك في هذا العمل كثيرا؟ لأنه وجد أن الكاتب يأكل عليه أجره ولا يعطيه غير الطعام، واستمر على هذا الحال 3 أشهر فقرر أن يأخذ حقه بالحيلة. لماذا أخذ علي مبارك أجر 3 شهور من المبلغ الذي قبضه؟ احنا قلنا لما الكاتب بعته عشان يقبض له بعض المال أخذ مبلغ قدره 150 قرشا أجره عن 3 أشهر،
لأنه وجد أن الكاتب لا يعطيه أجره، فأخذ من المال الذي قبضه ثم أعطى الرجل كيس النقود بعد أن أخبره. ما أثر ما فعله علي مبارك على هذا الرجل؟ كان إيه موقف الكاتب من اللي عمله علي مبارك؟ قرر أن ينتقم من علي مبارك وذهب إلى المأمور وأخبره بما حدث واتفق على الانتقام منه. هل انتقم المأمور من هذا الولد؟ نعم. وكيف؟ كيف انتقم منه المأمور؟ أقول له حين جاء إلى المركز طلب من الحكومة باختيار بعض الشبان للخدمة العسكرية، دعاه المأمور وطلب منه أن يذهب إلى السجن ليسجل أسماء من فيه. وعندما ذهب إلى السجن وضع في رقبته قيدا من حديد وألقي به في السجن، وظل في السجن 20 يوما. ما الصنيع الذي قدمه السجان لينقذ به علي مبارك؟ عرض على صديقه الخادم الذي يعمل عند مأمور لزراعة القطن بأن لديه فتى مظلوم يجيد الخط وبارع في الحساب لكي يسعى له في وظيفة عند المأمور. ماذا طلب الصديق من السجان؟ طلب منه أن يكتب عليه شيئا ليعرضه على سيده. هل وافق المأمور على تعيين علي مبارك لديه؟ أقول له نعم وافق، وأفرج عنه وعرض عليه أجرا وهو 75 قرشا في الشهر. ما موقف علي مبارك من العلم؟ في هذا الموقف ازداد عليه قناعة بالعلم وضرورة تحصيله لأنه هو الذي أخرجه من السجن. ما المستقبل الذي رسمه علي مبارك لنفسه؟ قرر أن يكون على الأقل مثل مأمور الزراعة عنبر أفندي. وبكده أولاد نكون خلصنا مع بعض الفصل الثالث في القصة، وأهم الأسئلة اللي ممكن تجيلي فيه. كانت معاكم ميس أماني جمعة قسم اللغة العربية تحت إشراف أستاذة أميمة عبد الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.